ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة السلطة الأردنية السيد خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين. سيد خالد، أهلا بك. أن ينقطع الأكسجين حتى تموت الناس في المستشفيات وتتأخر المعالجة، في أي إطار يمكن أن نفهم هذا الحادث الأليم؟ شكرا لكم على الاستضافة وتعزينا الحارة لكل ضحايا هذه الحادثة الأليمة. أعتقد أنه هذه هي امتداد لأن الإجراءات الحكومية الأردنية وخاصة في مواجهة فيروس كورونا هي فقط تعلن على شبكات التواصل الاجتماعي وخلال المؤسسات الإعلامية، لكن على الأرض الواقع نحن نعاني من إرادة حقيقية في معالجة هذه المشكلة، نعاني من عدم وجود رجال دولة حقيقيين يقومون باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العناية الصحية الفائقة. ما حدث اليوم كنا نتوقع به، وحدثت أحداث مشابهة سابقا لكن كانت في قطاعات أخرى. ما زلنا نتكلم أن قوة القطاع الصحي الأردني هي قوة هشة وأثبتها جائحة كورونا، ولكن ما زلنا نكابر وما زال مسؤولين يكابرون وما زال رئيس الوزراء يكابر أن لدينا قطاع صحي قوي، لكن حتى لو لدينا قطاع صحي قوي نحن نعاني من قيادات تجاهلت إلى هذا القطاع وقادة هذا القطاع بالصدفة وبالواسطة. حتى نثبت ذلك يجب علينا أن ندفع ضحايا من أبائنا وأجدادنا وأبنائنا حتى نثبت أن كل ما ذهب إليه وزير الصحة السابق والذي سبقه هي في مواجهة جائحة كورونا، وأن قوة القطاع الصحي هي فقط لم ترقى إلا فقط لتصريحات إعلامية، لكن على أرض الواقع نحن نعاني من انهيار هذه المنظومة، نعاني من نقص شديد في الكفاءات، نعاني من نقص شديد من إرادة الدولة في معالجة هذه القضية، وعلى ليس على وزير الصحة أن يتحمل المسؤولية، بل هذه المسؤولية طالها رئيس الوزراء بحد ذاته، عليه أن يضع استقالته أمام الشعب الأردني وليس أمام الملك لمحاكمته وحتى لطاح به وإقالته، حتى نستطيع أن نجلب رئيس وزراء من رحم أبناء هذا الشعب يستطيع أن يقودنا ويستطيع أن يكون له كلمة حقيقية في معالجة الأخطاء التي نحن ليس مسؤولين عنها، بل هي القيادات المتعاقبة التي جاءت من رحم الفساد، جاءت من رحم الواسطة، جاءت من رحم المناطقية في تعيين المؤسسات القيادية. نحن ندفع ثمن اليوم وندفع ثمن غدا ما دام تعيين القيادات سواء في قطاع الصحة أو الاقتصاد أو حتى التعليم تعين بذات النهج وبذات الوسيلة. طيب سيد خالد، هناك مصادر طبية تقول إنهم أبلغوا الوزارة بأن احتمالات نقص الأكسجين واردة، لكن البيروقراطية هي منعت الاستجابة الفورية من الوزارة. ماذا يضيف هذا الاتهام إن صح طبعا وفق ما يسرب إلى وسائل الإعلام، ماذا يضيف إلى الأزمة وإلى من يتحمل المسؤولية المباشرة؟ هذا صحيح، لأنه رئيس الوزراء ومن خلفه وزير الإعلام ومن خلفي كمان وزير الصحة مشغول بالتصريحات الصحفية، مشغول بالظهور على وسائل الإعلام، لكن إجراءات حقيقية على أرض الواقع هذه ليست موجودة منذ بداية الجائحة. فنحن أن كل قطاع الطبي كان في جهود مجهورين كان يشتغل على الأرض وكان يأن هذا القطاع ويعاني من نقص الإمدادات ويعاني من نقص الأكسجين، لكن ما يعلن من خلال قيادات القطاع الصحي في الأردن هو على تماما على عكس الواقع. فكنا احنا نجامل نفسنا، نجامل المواطنين في هذا المجال، ولكن الأمور كشفت على حقيقتها من خلال ليس فقط تصريحات وزيرة الذي قالوا لدينا منظومة صحية منهارة أو لدينا تقصير في المسؤولين، بل كشفت لما ندفع ضحايا من أبائنا وأبنائنا حتى نكشف زيت هذه التصريحات التي انشغل فيها الوزير الصحة الحالي والذي يتسابق من محطة إلى محطة، ووزير الصحة السابق حتى رئيس الوزراء الذي ينشغل في ظهور أو في التصريحات الإعلامية أكثر بكثير من أن ينشغل في تأمين وقاية صحية للمواطنين الأردنيين، ودائما يلوم الوضع الصحي بالأردن إلى عدم التزام المواطنين، بينما ينهى بنفسه وكادره الوزاري عن التحمل المسؤولية في عدم توفير اللقاحات، في عدم الوفاء بوعوده، في عدم توفير خدمة حقيقية. للأسف إن هذا الواقع الأردن في هذا اليوم نحن نعاني من انهيار منظومة الصحية الاقتصادية، نعاني من بيروقراطية في حماية أرواح الناس، وسندفع الثمن هنا، سندفع الثمن في مكان آخر. للأسف ستظهر هذه المشكلة مرة أخرى ما دمنا نأتي بقيادات بهذه الطريقة التي يأتي فيها مدرس جامعي وزيرا للصحة أو حتى على أساس مناطقي أو حتى على أساس واسطات مختلفة، لكنه على أرض الواقع
هو بعيدا عن هو نعم. ابن البيروقراطية التي أدت في حياة مجموعة من أرواح الأردنيين، كنا نستطيع إنقاذ حياتهم لو كان هناك رجال دولة يقودون هذه الجائحة التي تجتاح الأردن، لكنها للأسف لم نلمس حتى هذه اللحظة رجل دولة حقيقي يقود الأردن ويعبر فيه هذه الجائحة التي أطاحت اقتصاد الأردن، أطاحت المنظومة التعليمية، ودفع حوالي 5000 شخص أرواحهم نظرا لتقصير هؤلاء في توفير المنظومة الصحية التي نص عليها الدستور صراحة أن الدولة تكفل صحة المواطنين وتكفل رعايتهم وتكفل في توفير. فصرنا ضحية للقطاع الخاص، صرنا ضحية لتجارة اللقاحات، وصرنا ضحية للتصريحات الحكومية المتضاربة التي للأسف أدت إلى هذا الواقع الأليم. خالد القضاة عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين حدثتنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.